نعم، ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر، والفتنة هي السؤال، يسأل الميت حينما يوضع في قبره ويسوى عليه التراب ويتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه، تعاد روحه في جسده، ثم يسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة، ويمد يوسع عليه في قبره مد بصره. وأما المنافق والمرتاب الذي عاش في الدنيا على النفاق وعلى الريب والشك، فإنه يقول: لا أدري، ها ها، ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فحينئذ ينادي من مناد: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، افتحوا له بابا إلى النار، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويقال: هذا منزلك إلى أن يبعثك الله، نسأل الله العافية. يؤمن أهل السنة والجماعة بهذا، تواترت الأحاديث فيها، تواترت الأحاديث في عذاب القبر، ولم ينكره إلا المعتزلة العقلانيين الذين يعتمدون على عقولهم، فهؤلاء ينكرون عذاب القبر والعياذ بالله، ولا يعبؤون بالنصوص، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيم القبر. لم يخالف في هذا إلا المعتزلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت قال للحاضرين: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. يقفون على قبره ويستغفرون له، يطلبون له المغفرة ويطلبون له التثبيت. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا من المستحبات، الوقوف على القبر بعد الدفن، قبر المسلم، دعاء له. ولهذا قال الله لنبيه في شأن المنافقين: ولا تقم على قبره مات أبدا، ولا تقم على قبره مات أبدا. فنهاه أن يقف على قبر المنافق، يعني لا يقف يدعو له بالتثبيت والسؤال والمغفرة. نعم.